يجوز هل يجوز اكل الاكل الذي يحتوي على الكحول خارج مصر؟ لا يجوز اكل الكحول الاكل الذي يحتوي على الكحول خارج مصر. ليه طيب؟ لان الاكل الذي يشتمل على الكحول هو نجس، يعني المساله مساله ان هو حرمته جاءت من نجاستي، فاذا لا يجوز اكله وانت لست مضطرا الى اكله. اذا كنت مضطرا الى اكله ستأكله، لكن إذا لم تكن مضطرا إلى أكله فلا يجوز أكله. الأمر الثاني لازم تعرف إن في فرق كبير جدا جدا ما بين الأكل الذي يضاف إليه كحول في هيئة الطبخ، وإنه يضاف إن الأكل نفسه يطبخ بالكحول. لو الأكل نفسه طبخ بالكحول بقى مش لأنه نجس، لأن الكحول هيرتفع، ولكن الاكل نفسه تنجس بقى الاكل قبل ما يتبخر الكحول كان الاكل تنجس، ولذلك لا يجوز اكل الاكل الذي يشتمل على الكحول حتى لو كان خارج مصر.